السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة أخرى من برنامج نخل ورمان. وأرحب معي دائما بفضيلة الدكتور الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني زراعة والبيطرة محمد الفيد والاختصاصي الخبير في علوم التغذية. أهلا بكم. أهلا وسهلا مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة المباركة بإذن الله سوف نتحدث عن فاكهة ذكرها الله في كتابه العزيز لما لها من فوائد صحية عظيمة. فاكهة لذيذة الطعم وتتكون من حبات حمراء متراصة حلوة المذاق، إنها الرمان. قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الرحمن بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فيهما فاكهة ونخل ورمان، صدق الله العظيم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. إنها فاكهة مفيدة جدا لصحة الإنسان، تحتوي على كميات مناسبة من الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تحتوي على فيتامين ألف ودال، بالإضافة إلى أن الرمان يعمل كمرطب للجسم، فهو يساعد على توازن كمية المياه التي يفقدها الجسم نتيجة العرق في درجات الحرارة المرتفعة، كما أنه أيضا يحتوي على حبيبات صغيرة تنشط من عمل الأمعاء داخل الجسم. والرمان يساعد في علاج حالات الصداع، الإنفلونزا ونزلات البرد، ومقوي للقلب ومطهر للدم ومنظف لمجاري التنفس. دكتور، سنتعرف وإياكم على فضائل هذه الفاكهة بعد أن أذكر المشاهدين الكرام بالبريد الإلكتروني للبرنامج وصفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك والظاهر في أسفل الشاشة. دكتور، عرفنا على هذه الفاكهة، فاكهة الرمان المباركة وخصائصه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرمان جاء من جملة الفواكه الخمس التي جاءت في القرآن، وخمسة أشجار فقط التي جاءت في القرآن التي تخص التغذية، فهناك أشجار أخرى سنجدها إن شاء الله في سورة سبأ، ولكن هذه ليست للتغذية. فالخمسة أشجار هي التين والزيتون والنخيل والعنب والرمان، ثم شجرة للزينة للتنظيف هي الريحان. وهناك أشجار أخرى جاءت في سورة سبأ، هذه أشجار ليست للتغذية لأن ليس فيها ما يغذي، وهي كانت الله سبحانه وتعالى جاء بها في السياق النقمة. نعم. على هذه، يعني لأن سورة سبأ كان فيها قوم أتاهم الله من كل شيء، يعني لقد كان لسبأ في مساكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. فالأكل والخمط هذه ليست أشجار للتغذية، جاءت في القرآن في هذا في سورة سبأ في هذا السياق، لكن الأشجار التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل وفي سورة عبس وفي سورة الرحمن، ويعني في الصور كثيرة جاءت فيها هذه الأشجار، يعني تتردد، يعني كذلك في سورة الرعد في سورة النور في سورة هذه الأشجار جاءت هكذا. إما هناك آيات فيها أربعة أشجار، آيات فيها ثلاث أشجار، آيات فيها شجرتين، مثل الآية التي تفضلت بها فيها في سورة الرحمن، يعني فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني فاكهة، يعني أن عام تعبير عام، أن كل الفواكه الأخرى يعبر عنها الله سبحانه وتعالى بفاكهة، ربما تكون تفاح، ربما موز، ربما فراولة، ربما مشمش، ربما برقوق، لكن هذه جاءت بالاسم فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني النخل والرمان دائما يأتي بالاسم، والعنب والزيتون والتين كلها جاءت بالاسم، أي آية واحدة فيها التين هي التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما الرمان يتردد مع العنب والنخيل والزيتون في آيات كثيرة، يعني في سورة الأنعام، يعني الأطول آية التي شمل
فيها الله تعبير عام لكل نبات ولكل الأشجار، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرجه منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية. يعني هنا عليهم الوصف بالجمالية وبيبشنع ثم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. يعني الله سبحانه كلوا من ثمره، نجاء يعني الله سبحانه وتعالى يعني. فهذا في سورة الأنعام آية أخرى كذلك حول الرمان وحول اشتباه وتشابه الرمان والزيتون، يعني متشابها ومشتبها وغير متشابه. ربما تشتبه علينا الشجرة أن نقول هذه زيتونة أو هذه رمانة، لكن الفواكه لا تتشابه، يعني الزيتون والرمان لا تتشابه، ولذلك مشتبها وغير متشابه في هذا الخلق الكوني. وهذه آيات كونية هي تفسر وتعرف بالعلوم الكونية وبالأبحاث العلمية. فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كذلك. يعني هذه في سلسلة. ثم سياقات أخرى تأتي على هذا، هذه الشجرة يعني شجرة الرمان والعنب والنخيل، وهذه أشياء تتردد. لماذا؟ لأنها قوية في التغذية. شجرة الرمان جميلة في ظلها، فهي شجرة بيئية، فهي شجرة تصبر لملوحة المياه وتصبر لملوحة التربة. هي شجرة لا تفسد التربة، ممكن أن نحرث الأرض تحتها. هي شجرة يعني لا تتقادم، ممكن أن تبقى يعني 1000 سنة ليس هناك مشكل. هي شجرة لا تتسوس، يعني لا تعالج يعني بالمبيدات. هذه الشجرة أزهارها نافعة وقشورها نافعة وأوراقها نافعة وجذورها نافعة، كل شيء فيها نافع. حتى لما تستظل بشجرة الرمان هو ليس كظل أشجار أخرى وليس كظل المنزل. يعني لما نستظل بالنخل وبالرمان والعنب، يعني لا، لماذا؟ لأن الرمان يرطب الجو، يرطب البيئة التي ينبت فيها، ولما تستظل بهذه الشجرة فأنك تستنشق رطوبة، يعني لا يجف أنفك ولا يكون هذا الهواء جاف بكثرة لكي يعني يصيب هذه يعني النسيج الداخلي للأنف. الرمان شكله لونه أحمر، ولكن أحمر قاتم، وهو يعجب في النفس، يعني هو يجذب إليه. ثم شكل الفاكهة هي التي خصها الله بالحبوب داخلية. يعني التين نأكله كله، أن العنب نأكله كله، ولكن الرمان لا، رمان حبوب داخلية، وهذه الحبوب فيها نواة صغيرة وممكن يجب أن تؤكل. ثم أن هناك غشاء يفرق داخل هذه الرمانة، يفرق ما بين الأجزاء الداخلية، هذا يسمى شحم الرمان. هو الحديث، هذه المقولة سيدنا علي كرم الله وجهه، يعني الشحم، هذه الغلاف الرقيق الداخلي هو مر. والله سبحانه وتعالى خلق المواد القوية لحفظ الجسم في هذا الغشاء، هذا الغلاف، ثم خلق لنا السكر لكي لا نحس بهذا المذاق المر. حلا كنقولوا كندوزوا به هذاك السكر، كندوزوا به هذيك المرورة ديال هذه الغشاء، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نحس بهذه المذاق المر، لأن تحت المذاق الحلو. ونفس الشيء في العنب، نوى العنب مرة ولكن فيها دواء، وخلق الجلوكوز سكر العنب هذا لكي لا نحس بهذا المذاق المر، نحلي به وكأننا نحلي هذه الغشاء. الرمان معروف بحمض الإيلاجيك، هو القوي في سكريات، طبعا لا نتكلم عن السعرات الحرارية. في سكريات ليس فيه بروتينات، يعني 0.2، يعني ليس فيه بروتينات، في سكريات في ألياف خشبية، ولكن قوة يعني الرمان هي في الأملاح المعدنية، في الفيتامينات، وكذلك موجودة في هذه الفلافونويدات الموجودة في الرمان. حمض الإيلاجيك هو أقوى الفلافونويدات، إلى جانب الريزفيراترول الموجود في العنب، في العنب، والأولوروبيين الموجودة في الزيتون. هذا يعني هذا الحمض الإيلاجيك لما يتحد مع الجلوكوز يكون جزيئة الإيلاجيتونين، والإيلاجيتونين هي أقوى من حمض الإيلاجيك لوحده، يعني لما يتحد مع الجلوكوز هو يعطي هذه الجزيئة الإيلاجيتونين، والإيلاجيتونين قوتها 10 أضعاف قوة حمض الإيلاجيك لوحده. في شيء من حمض الطانيك، وفيه فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين اي. هذا يعني هذا الفيتامين اي وفيتامين سي هي مضادات للاكسده في كميه كبيره من فيتامين سي. وفيتامين بي يعني الفواكه ليس فيها فيتامين بي، لكن الرمان فيه فيتامين بي.
الفواكه فيها فيتامين معروفة بالفيتامين سي ومعروفة بالفيتامين اي كي شيء، ولكن بي ليست معروفة بالفيتامين بي بكثرة. لكن هنا يعني الرمان معروف بالفيتامين بي، ولما يجتمع فيتامين اي بي مع سي فمعنى ان الامراض التي يحفظ منها الجسم تكون كثيرة جدا، يعني نوسع في قوته الحافظة للجسم. الاملاح المعدنية مثل المونغانوس وفي المغنيسيوم في كالسيوم فوسفور شويه حديد، يعني ما فيش حديد لكن فيه هذه الاملاح كلها. هما تبقى الايلاجيتونين يعني حمض الايلاجيك هو المكون الاكثر، ثم الياف خشبيه، في بعد اشياء كثيره من البيكتات، شيء قليل من البيكتات، ثم الياف خشبيه اخرى. فيلاحظ الناس على ان الذين يستهلكون هذه الفواكه لا يصابون بامساك، منها التين والعنب والرمان والزيتون، يعني الذين يستهلكون هذه الفواكه، التمر كذلك التمر، هذه الفواكه الخمسة التي جاءت في القرآن هي لا تضر، وهي لا يمكن لصاحبها أن يصاب بإمساك أو بنقص في بعض الأملاح ولا في الفيتامينات ولا حتى أمراض عوز، يعني أمراض تكون على نقص هذه الفواكه، لأن فاكهة وكأنها يصفها بها الله الجنة، أن الجنة يصفها الله بفاكهة الرمان، يعني هذا شيء قوي في القرآن، ويجب أن نتبع السياق، لأن الدنيا ليست كالآخرة، في الآخرة ليس أمراض وليس هناك موت، أكيد ولا ليس مرض ولا موت، ولا يشتكي الناس من أي شيء، ليس فيها زكام ولا ألم رأس ولا سرطان ولا أي شيء، يعني الجنة ليس فيها أمراض وليس فيها يعني. ولذلك هذه الأشياء هي تنفعنا في الدنيا، لأن الدنيا هي اللي فيها أمراض وفيها ويلات وفيها مصائب وفيها ظلم وفيها جور وفيها يعني كل شيء، يعني الدنيا هكذا خلقها الله هكذا، هي ليست دار القرار، هي دار امتحان. فهذه الأشياء تنفعنا في الدنيا، يعني الرمان هذه الفواكه خلقها الله بهذه المكونات كي تنفع الناس في الدنيا، لأن كما قلت لكي لا يصابوا بأمراض ولكي يعني يعيش الناس بسلام، وتبقى دائما هذه النفحات القرآنية، يعني في علم التغذية، وأن علم التغذية أخذ قسط كبير في القرآن في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك شرع التغذية تدخل في الشرع في الحلال والحرام، وهناك تغذية جاءت في القرآن، القانون الغذائي مثلا، القانون الغذائي والتشريع الغذائي موجود في القرآن ولا يوجد في أي كتاب آخر، ثم جاءت أشياء هكذا يزينها الله سبحانه وتعالى ويرمز إليها في القرآن لنعلم أهميتها، ولكي لا نتغاضى ولا ننسى ولا نغفل هذا الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن شكرا لكم دكتور على هذا التعريف لفاكهة الرمان، يعني فاكهة الجنة من جديد. دكتور، يعني فاكهة أو منافع فاكهة الرمان عديدة، كيف نستفيد من هذه المنافع؟ لا بالنسبة لا لشحمها ولا يعني حبات هذه الفاكهة، وأيضا حتى قشورها كما ذكرتم في البداية. نعم، مع الأسف نحن نكثر من استهلاك الفواكه المستوردة ولا نستهلك الفواكه المحلية. وعندنا مشكل في المغرب، الزيتون ولا البرتقال ولا السمك ولا الأشياء لا تستهلك يعني بالكمية الكافية. مع الأسف حتى التين الشوكي، حتى التين الشوكي المغرب من أكبر البلدان إنتاج في التين الشوكي، يعني في يمتاز على حتى بلدان أمريكا اللاتينية، ولكن لا نستهلك هذه الأشياء. الرمان لا يستهلك الناس الرمان يعني بكثرة، إما لعجزهم عن يعني فتح هذه الرمانة ثم أكل الحبوب يعني بمهل على الأقل، يأكلوا بمهل وإلا شيء هكذا، أو وهذه أشياء يعني مع الأسف نحن نأسف لها، لأن ربما تكون هناك متعة في مناطق كبرى، مناطق كبرى في المغرب تنتج الرمان، يعني كل المناطق المغربية، كل المناطق يعني المنطقة الشرقية من يعني هذه ملوية البركان، منطقة ديال العروي، منطقة الشمالية فيها الرمان، يعني الشاون وتطوان من جهة باب برد، مقريسات، بني ملال، هذا من جهة بن سليمان سيدي عمار، من جهة يعني الحوز ديال مراكش منتج الرمان جيد، تم حتى ورزازات، حتى زقورة، يعني الرمان موجود يعني بكثرة في المغرب، يعني والمغرب من هذه الأشجار، هي أشجار متوسطة وهي شجرة لا تطلب أي شيء، لا تطلب إلا الغراسة فقط، تغرس هذه الشجرة بجانب الماء وتتركها، ولا تتطلب لو صحيح. غرسنا الرمان غير على جانب الويديان في المغرب، جانب الويديان لا نسقيها ولا لو غرسنا الرمان غير على طول الويديان اللي عندنا في المغرب لكنا كفينا المغرب العربي كله من الرمان. عجيب.
لأن هذه الشجرة لا تطلب أي شيء، هي أسهل الأشجار التي خلق الله، وهذه الأشجار التي أتت في القرآن لا تحتاج دواء ولا تحتاج سماد ولا تحتاج أي شيء، هي النخيل والعنب والتين والزيتون والرمان، هذه لا تحتاج أي شيء، هي إنتاج سهل، وأن الله سبحانه وتعالى يريد الأشجار وهو يجب أن نشجع على استهلاك على الأقل ثمار هذه الأشجار. فاستهلاك الرمان يجب أن يكون على الأقل 4 حبات في اليوم ولا 5 حبات في اليوم للشخص. إذا استهلك الشخص كيلو جرام من الرمان يوميا فجيد، يعني لا يبقى أي شيء في الجسم. لماذا؟ لأن حمض الإيلاجيك وحمض الطانيك، خصوص حمض الإيلاجيك، إذا اجتمع مع الفيتامينات والأملاح المعدنية يقوم بغسل الجسم، الكلينز، تنظيف الشرايين، بما في ذلك إذابة الصفائح والسدادات التي تتكون بداخل الشرايين، تذوب هذا الضيق الذي يحصل داخل الشرايين الذي يترتب عن الهوموسيستين التي تتراكم في هذه الشرايين، وتتراكم لأن هناك يعني كوليسترول خبيث، يعني تأكسد الكوليسترول من الحميد الخبيث هو الذي يجعل هذه الهوموسيستين تتراكم وتخدش وتحفر هذه الشرايين، ثم تتكون صفائح على شكل سدادات داخل الشرايين ويكون ضيق هذه، ثم يقع ارتفاع الضغط، يقع أمراض القلب والشرايين، يقع أي شيء. يعني الشخص الذي ليس لديه دورة دموية كاملة لا يقدر على العمل ولا يقدر حتى على صعود السلم، يعني هذا الدرج الطبقة الرابعة ولا الخامسة لا يقدر على صعود هذا السلم. يعني ماذا؟ لأن الدم هو الذي هو يجعل هذا الجسم يعمل، وهو الذي يجعل الجسم يتحمل، لأن الأكسجين وهو الدم والذي يغذي هذا الجسم. نبدأ بأمراض القلب والشرايين، لأن أصحاب هذه الأمراض هم الذين يستفيدون أكثر من الرمان. والرمان حمض الإيلاجيك على الخصوص، لأن حمض الإيلاجيك هو قوي لأنه يذيب هذه الترسبات داخل الشرايين. فعلى الأقل لا تكون نصيحة هكذا، يعني بمنظور يعني أحادي هكذا، يجب أمراض القلب والشرايين يجب أولا أن يترك اللحوم والأجبان، الدسم الحيواني والسكر، ثم يتناول الرمان 4-6 حبات في اليوم، ليس هناك أي مشكل. طبعا سيكون نشويات، سيكون قطاني، زيت الزيتون، خضار، فواكه أخرى، ليس هناك أي مشكل. المهم أن لا يتناول لحوم وأجبان فقط، ممكن يتناول سمك، ليس هناك أي مشكل، لأن السمك فيه حمض الأوميغا 3 وهو مهم جدا لأمراض القلب والشرايين. أن يتوقفوا عن اللحوم، يتناولوا الرمان لمدة 1 أو 2 شهر، لما لا؟ لأن المغرب الرمان عندنا يبقى تقريبا 3 أشهر ولا 4 أشهر. يتناول الرمان لمدة 1 شهر بهذه الكمية وبهذه الطريقة، وممكن هم سيحسون بدون إيكوغرافيا ولا بدون يعني حتى مراقبة طبية، الشخص سيحس بأنه تحسنت حالته، لأن أصحاب الأمراض القلب والشرايين الشخص يحس بحالته، هل هو متدهور أو يحس بنفسه جيد. ثم كذلك الأمراض المترتبة عن أمراض القلب والشرايين أو المرتبطة بها، وهي ارتفاع الضغط كذلك والكوليسترول والسمنة، يعني الناس اللي عندهم سمنة هذو سيستفيدون إن شاء الله من الرمان، والرمان يحفظ القلب. وأن الله لما تفتح الرمانة، لما تفتح الرمانة هكذا عموديا يظهر لك القلب، يعني هذه البطين والأذين والداخل في القلب، يعني شكل القلب من الداخل يظهر في الرمان. وأن الله سبحانه وتعالى جعل النبات تقريبا النبات كله أوراقه على شكل قلب، وجل الفواكه على شكل قلب. لماذا؟ لأن لكي رسالة كرسالة بدون أن نتعلم، بدون أن نحصل على إجازة، بدون أن نذهب إلى المدرسة، هذه رسوم يرسمها الله سبحانه وتعالى في الكون، كأن الله سبحانه نعم إشارة، كأن الله يريد أن يعلمنا بأن أمراض القلب والشرايين هو نظام نباتي، ونظام نباتي محض، والذين يأكلون النبات لا يصابون بأمراض القلب والشرايين، الذين يأكلون لحوم يصابون بأمراض القلب والشرايين، وأمر سهل بسيط جدا. بعد أمراض القلب والشرايين، النساء اللي عندهم مشكل في الهرمونات دائما حمض الإيلاجيك يسوي الهرمونات عند النساء، معروف يعني كيماويا وفيزيولوجيا نحن نعرف خصائص كل مكون. حمض الإيلاجيك خصوص الإيلاجيتونين، يعني هي اللي موجودة في الرمان، الإيلاجيتونين تسوي الهرمونات عند النساء بشرط أن يتركنا اللحوم، لأن دائما العدو في التغذية هو الكوليسترول. أن يتركنا اللحوم والأجبان، أن يكون لديهن نظام نباتي، وأن يتناولنا الرمان بكثرة. الرمان بكثرة، هناك أشياء سنتكلم عنها إن شاء الله، ليس الرمان فقط كما قلت، والتفاح والعنب الأحمر ومكخشاش الأرض ومكثير من الأشياء، لكن الرمان فيه تركيز قوي من حمض الإيلاجيك في هذه الفلافونويدات، وتجتمع فيه فيتامين B مع فيتامين C مع فيتامين A،
مع الأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم، لأن المغنيسيوم هو مهم جدا لارتفاع الضغط ومهم جدا لأمراض القلب والشرايين. فهذه الأشياء تنفع النساء في الضبط الهرموني. يطهر الجهاز الهضمي. لماذا؟ لأن هذا المذاق المر هو مذاق حمض الطانيك. حمض الطانيك وحتى بعض الأنتوسيانات الموجودة في الرمان، وحمض الطانيك يقضي على بكتيريا المعدة، هذه الإليكوباكتير بايلوري يقضي على بكتيريا المعدة، وهي بكتيريا الآن أصبحت خطيرة على هذا الناس. ولكن لا يمكن أن يستعمل الناس لا الرمان ولا قشور الرمان ولا عصير الرمان ولا أوراق الرمان وهم لا زالوا يستهلكون الأشياء التي تشجع هذه البكتيريا. يجب أن نكون واضحين في نصائحنا. يجب أن يتركوا جميع المواد الصناعية، أن يكون طبخ المنزل مواد طبيعية، ثم أن يكثروا من تناول الرمان، فسيحسون سيرون أن النتيجة باهرة التي سيعطيها الرمان، يعني تأثير على هذه البكتيريا المضرة في المعدة. حتى تلك الحبيبات هي جيدة للمعدة. نعم جيد. لأن هناك من يمتص الماء ويرمي تلك الحبيبات. لا هذه ألياف خشبية خصها الله، هي الألياف الخشبية ذي التمر. ما نسميه بعظام. نعم يجب أن يمضغ. يجب أن يمضغ، وهذه الألياف هي الألياف القوية، لأن هذه فيها 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 ألياف صلبة، وهي التي يعني تجعل القولون يتخلص من السموم من الفضلات. لا هي تحبس يعني وتحجز يعني الجذور الحرة لكي لا تضرب خلايا القولون من الداخل. فيجب أن يمضغ هذه الحبوب، أن تمضغ وتبلع، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لنأكلها ويريد منا أن نستفيد، ولكن الإنسان دائما طبعا هناك حلول لمن لا يقدر على مضغها. يمكن نعم تكون حتى عصير المصابين بالسكري، فاكهة الرمان لا تضر المصابين جيدة بالسكري. نعم بشرط ألا يتناولوها مع سكريات أخرى، ألا يكثروا منها، وأن يأكلوها بشحمها، أن يأكلوا الرمان بشحمه. نعم. لماذا؟ لأن هذه الشحم الرمان أو هذا الغلاف الداخلي رقيق. هو فيه مادة تشبه الأنسولين جيد. أو تحفز الأنسولين. نعم. هو جيد، وخلق فيه الله سبحانه وتعالى الأنسولين خاصة بهذا الرمان. نعم. وكمية الجلوكوز الموجودة في الرمان هي يعني سكريات كلها مجملة تقريبا هي ما بين 10-15% سكريات وتركيز عالي طبعا، ولكن إذا استهلك الرمان يعني بشحمه لوحده بدون سكريات أخرى فلا يمكن أن يضر حتى أصحاب السكري، ليس هناك أي مشكل. يبقى الأشياء الأخرى لمنها الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية واللي عندهم أمراض مزمنة مستعصية، يدخل في الكلينز، هو داخل في النظام الغذائي اللي كالكلينز، وحمض الإيلاجيك، هذه مكون حمض الإيلاجيك هو يحسن الأشخاص اللي عندهم أمراض المناعية مثل الميلتيبل سكليروسيس، تصلب اللوائحي، والألزايمر، والباركنسون، وهذه كلها أمراض الرمان. أصحاب هذه الأمراض يجب أن يستهلكوا الرمان بكثرة، وأن يبتعدوا من المواد الصناعية. وكذلك المشكل على مستوى الامتصاص، امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، يعني هو يزيد في الامتصاص. لماذا؟ لأن الرمان يحفز البكتيريا الصديقة بالقولون. هو وسبحان الله كل هذه الأشجار كلها هي تحفز البكتيريا الصديقة. نعم. الرمان ولا العنب ولا التين ولا الزيتون ولا التمور، هذه كلها تحفز هذه البكتيريا. والرمان يعني في هذه سبحان الله هذه المكونات تقضي على البكتيريا الخبيثة، تقضي على البكتيريا الممرضة، ولكنها تحفز البكتيريا الصديقة. يعني البكتيريا اللبنية، نحن نعرف اللاكتيك أسيد بكتيريا هي لا تقضي عليها البوليفينولات ولا الفلافونويدات. نعم. يعني وهي تخمر زيتون. نعم. والزيتون فيه فلافونويدات يعني بوليفينولات قوية. البكتيريا اللبنية هي البكتيريا الوحيدة التي لا تقتلها البوليفينولات والفلافونويدات. نعم. بينما البكتيريا الأخرى الممرضة مثل البكتيريا العصيات حمى التيفويد ولا الستافيلوكوكساي ولا الباسيلس ولا الكلوستريديوم، هذه كلها بكتيريا تقضي عليها البوليفينولات، وخصوص بوليفينولات الرمان. نعم. هي تقضي على هذه البكتيريا الأخرى وتطهرها. جيد. وكذلك بعض الطفيليات في الأمعاء، الرمان يطهر الأمعاء من هذه الطفيليات. بعض الديدان وبعض أنواع الطفيليات الموجودة على مستوى القولون وعلى المعي الدقيق على الخصوص، فالرمان يقضي على هذه اليرقات. نعم، ولكن بشرط أن يستهلك بقشوره الداخلية. هذا المذاق المر لهذه القشور الداخلية هو الذي يقضي على بكتيريا الإليكوباكتير بايلوري، وكذلك على البكتيريا الخبيثة في الأمعاء، وعلى الطفيليات كذلك. على الطفيليات هناك بعض الدراسات، هي ولو أن البحث لا زال طفيف جدا قليل، بعض الأبحاث الآن تجرى حول بعض الفيروسات الخطيرة مثل فيروس الأيدز ومثل فيروس التهاب الكبد والبيروس سي، وأعطت نتائج جيدة.
يعني هذه البوليفينولات مثل الحمض الإيلاجيك وبعض الأبحاث يعني أجريت حوله وأنه عن له قوة كابحة للفيروسات كذلك ويكبح هذه الفيروسات. ويعني لكي لا نترك يعني إن شاء الله فهناك من ينتظر مرض دون مرض. فجميع الأمراض أنا أقول جميع الأمراض يعني لما يكون شخص مريض يرجع إلى النظام الطبيعي ويعمل كلينس يعمل غسل الجسم والرمان يدخل في الكلينس يأخذ رمان صباح مساء على شكل عصير ولا يأكله ثم يكون نظام نباتي يكون نظام نباتي وشو سبحان الله هي أول فاكهة فصل الخريف أول فاكهة فصل الخريف هي الرمان يبدأ الرمان ثم التمر ثم البرتقال والزيتون هذه كلها متزامنة تقريبا من شهر 9 إلى شهر 11 تكون هذه متزامنة هي الرمان والتين والبرتقال الرمان والتمر والبرتقال وكذلك الزيتون هذه الرمان هو أولهم الرمان يبدأ فصل الخريف لماذا؟ لأن الناس يأكلون اللحوم بكثرة فصل الصيف تكون لحوم الحيوانات سمينة جدا نعم. والرمان يتزامن مع كل الأشياء التي تغسل الجسم من البطاطا الحلوة من القلقاس ومن كذلك السفرجل ومنها هذا الرمان فهو يغسل الجسم من هذه الجذور الحرة التي تراكمت في الجسم من جراء السفر والأعراس والأفراح نعم. والناس في فصل الصيف يتحركون بكثرة ويأكلون أي شيء نعم. وأن الله سبحانه وتعالى الحل موجود يعني هذه السنن الكونية التي خلق الله وهذا الميزان يجب أن نتبعه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم فقط مطلوب منا الشكر وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد نعم صدق الله العظيم إذن دائما نشكرك دكتور على كل ما تقدمه لنا من نصائح ومعلومات قيمة وتبحر بنا داخل المغرب كأننا في سياحة داخلية شكرا لكم دكتور من جديد دكتور وردني سؤال عبر البريد الإلكتروني هل مغلى قشور الرمان يفيد في علاج أمراض اللثة؟ نعم دائما مع الوصفات يعني أسئلة دائما تخص الوصفات والخلطات وهذه الأسئلة تهربني كما هي لا يمكن أن أغيرها نعم هو اللي معروف نعم. اللي معروف في المجتمع المغربي واللي مسموع كذلك أن قشور الليمون تصلح للمعدة نعم كل الناس يعلم على الأقل بعد ليست يعني معلومة للبيع والشراء يعني كل الناس يعلمون هذا الأمر فقشور الرمان تصلح كذلك وأنا تكلمنا في الفقرة الثانية على أهمية قشور الرمان هي فيها حمض الطنيك الدباغ حمض الطنيك هو المادة الدابغة وهذه المواد الدابغة يعني أهميتها معروفة في التغذية وهي معروفة حتى في الطبيعة أن الناس يدبغون الجلد بهذه المواد وأن الرمان كان يستعمل لدباغة الجلد معنى الدباغة الدباغة أنه يطهر هذه لما ندبغ هذا الجلد فنقضي على جميع الجراثيم ولا يمكن لجرثوم أن يقترب من هذا الجلد ثم أنه يعطيه لون يصبغ هي صباغة وكذلك تطهير من هذا الجلد فهو يطهر الجهاز الهضمي أكيد يطهر الجهاز الهضمي ولكن إذا استهلك الناس الرمان كفاكهة فليتركوا هذه القشور لا يرمونها ثم ممكن أن تستعمل مع الأكل لما لا مر نعم تستعمل لا نعم المذاق المر هو جيد جميع الأشياء اللي مذاقها مر هي علاجية هي جيدة للجسم يعني الزيتون مذاقه مر ويعني نوى العنب الداخلية مذاقها مر نعم والبلوط مذاقه مر نعم وكذلك الرمان مذاقه مر نعم. يعني هذه الأشياء السدر مذاقه مر يعني لا يطاق نعم. جميع الأشياء اللي مذاقها مر هي فيها جليكوزيدات يعني هذه البوليفينولات وفلافونويدات بهذا المذاق المر وهذه هي المواد الدابغة المضادة للأكسدة التي تحفظ الجسم أن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا المذاق يعني لينظر كيف نعمل معها إذا تغافلنا عنها أو إذا رفضناها فسينقصنا شيء لكن إذا صبرنا وتناولناها فسيكون طبعا خير كثير بالنسبة للجسم قشور الرمان نعم ممكن أن تأخذ مع الأكل ممكن أن تستعمل حتى في الطاجين لما يطبخ الناس هذا الطبيخ يعملوا قشور هذا الرمان لماذا؟ لأنه يعطي هو ملون غذائي طبيعي ملون غذائي المرق يأخذ لون أحمر وممكن يعملوه مع أي شربة ولا أي عصير ولا أي شيء ممكن يعمل مع قشور الرمان لماذا؟ لأن المواد التي تتركز في القشور الرمان هي حمض الإيلاجيك طبعا يكون في الحبوب الداخلية في الفاكهة ويكون كذلك في القشور حمض الطانيك بتركيز أكثر في القشور وكذلك السابونين مادة الكويرسيتين ومادة السابونين
الكوارسيتين والسابونين هي قويه جدا، هي مطهرات قويه. لماذا؟ لانها تكون في قشور جميع النبات وجميع الفواكه، لانها يدافع بها النبات، يدافع عن نفسه بهذه السابونينات وهذه الكوارسيتين وكذلك بهذه الجلوكوزيدات، يعني هذه الفلافونويدات والبوليفينات النبات يصنعها ليدافع عن نفسه، وهي تصلح للانسان يعني، وهي تحمي كذلك جسم الانسان من هذه الاشياء. صحيح ان مغلى يعني قشور الرمان نعم ينفع، نعم الناس لا يشتروا قشور الرمان فقط لما ياكل رمان لا يرموا هذه القشور، ثم ممكن ان تيبس ان تجفف هكذا تحت الشمس او في الظل احسن، لان الشمس يعني تقضي على المواد الدابغه، ان تجفف في الظل ثم ان يخزنوها ويستعملونها، فهي هي جيده. ليس قشور الرمان، حتى اوراق الرمان، شاي أوراق الرمان كذلك جيد، يعني شاي أوراق الزيتون جيد، شاي أوراق العنب جيد، بشرط ألا تكون الأشجار معالجة وألا تكون قريبة من الحقول التي تعالج، باش نكون واضحين يعني، باش ما نعطيوش نصائح الناس يعني ممكن يعني يتهوروا مع بعض الأشياء. دكتور، هناك سؤال آخر، هل عصير الرمان يفيد في أمراض العيون؟ عليين بالعكس، وكان عندنا في المغرب كان في الوقت ديال الرمان كيكون واحد الرمد، وهذاك الرمد كان يعزى الى الاطفال الذين ياكلون الرمان قبل النضج. هي عليين، هي مقوله لا مقوله خاطئه، لان لا علاقه لها، لا يصلح، لان لا يقدر الناس على تقطير هذا الرمان في العين، لا يقدرون، لان نعم وقوي جدا، والاشياء التي تقطر في العين ليست كثيره، يعني ما عدا المقدونيس والعسل واشياء قليله هي التي تقطر، الكمأة كذلك، هذه اشياء تقطر في العين، مع هذه الاشياء فيجب ان لا يلعب الناس وان لا يعبثوا بتقطير اي شيء في عيونهم، لان العين حساسه جدا، ويعني لا تطيق المبيدات ولا تطيق التغيير الوراثي. ولكن الرمان هل هو يعني لا، ليس هناك اي مشكل يعني، حتى ولو قطروا ليس هناك اي مشكل، ولكن لا يفيد، لا يفيد. تقول سيدة، نشتري رمان من السوق، هناك ما هو كبير الحجم وهناك الصغير، فهل هو يعني مغير وراثي؟ لا، ليس مغير وراثي، الحمد لله في المغرب لا زال الذين ليس لدينا تغيير وراثي في الرمان. ربما هي رأس الشكل، هناك الكبير وهناك الصغير. لا، في الرمان انا يعني مع الاسف الشديد هناك اغراس تدخل من الخارج، خصوص اغراس الزيتون، ويجب الا تغرس في المغرب، لأن هذا الزيتون لا يبقى ألف سنة مثل الزيتون الذي غرس أجدادنا فعلا. هذا الزيتون لا يصلح إلا أربع سنوات، وأنا ربما يغرر بالفلاح المغاربة، ربما يغرر بهم، ربما يقال لهم أنه يعطي زيت أكثر، ولكنه العكس. بعد أربع سنوات يجب أن يقتلع، فلا نريد هذه الأغراس في المغرب. لدينا الحمد لله فلاحة مزارعين يعني أكفاء في المادة ويعرفون غراسة الزيتون، ولدينا زيتون بلدي، هذا زيتون بري طبيعي جدا، فليس لدينا أي مشكل احنا بالنسبة للغراسة، ولكن مع الأسف الشديد هناك موضة علمية أن بعض الأشخاص تعجبهم حقول العنب في إيطاليا ولا في إسبانيا، ويريدون مثل هذه الحقول في المغرب، ونحن لدينا أنواع من العنب لا توجد في أوروبا، لدينا عنب أحمر اللي كان في منطقة دكالة واللي في منطقة بركان كذلك، ولدينا عنب أبيض هذا في منطقة بن سليمان، يعني منطقة يعني البوزنيقة وبن سليمان حتى الهرهورة، يعني هذه نعم نوع جيد من العنب، ولدينا عنب مكناس، هذا العنب كان عندنا عنب جيد، وعندنا العنب مراكش هذه اللي كنا نسموه الموسكا، يعني واحد نوع جيد للعنب السرير هذا اللي يطلع، يعني هناك العنب المعروش والغير معروش، عنب مراكش كان معروش، منطقة تنسيف كان من يعني من أغنى المناطق في العنب، ولكن مع الأسف الشديد الآن يريدون إدخال هذه الأغراس، فلا نتمنى ولا نريد يعني أن يغتر المزارعون والفلاح المغاربة بهذه الأغراس، ويجب أن لا يغرسوا هذه الأغراس المستوردة، لدينا أغراس جيدة في المغرب نكتفي بهذه الأنواع، ولدينا أنواع كثيرة من الرمان، تقريبا اللي حسبت أنا شخصيا اللي حسبت أكثر من 14 نوع من الرمان اللي عندنا في المغرب الآن في الأسواق، وكان عندنا أكثر من 38 نوع في المغرب من الرمان على هذا الاستعمار. وكان عندنا المغرب عنده نوع ينضج في شهر 8 قبل شهر 8. الرمان يدخل السوق، عندنا نوع يعني في هذا الصغير الحجم، هو ينضج في آخر شهر 7 يكون جاهز للأكل.
رغم أن الرمان هو خريفي، هو شهر أكتوبر عاد يوصل للسوق، ولكن عندنا في المغرب البلد الوحيد اللي فيه برتقال طول السنة، البلد الوحيد اللي فيه جميع أنواع التين والعنب والرمان تكون في المغرب. ولكن مع يعني مع الأسف هذه الأهمية، لأن إذا كنا نتكلم عن مغرب أخضر ونتوق إليه ونتمنى أن يكون هذا المغرب الأخضر، فلا يكون مغرب أخضر هكذا يعني بالكلام هكذا، فيجب أن نغرس الأرض لأنها غير مغروسة، غير مغروسة الأرض في المغرب. لو غرست بهذه الأشجار لكفينا قارتين من هذه الفواكه. نعم، وهي فواكه لا تعطي أي شيء. مع الأسف يعني هذا سؤال جيد، ليس مغير وراثيا، هذه السيدة اللي كتسأل على الرمان ليس مغير وراثيا، ولكن بعض المناطق بدأ الفلاحة يعالجون الأشجار بالنحاس، يعني المبيد الذي يعالجون به الزيتون، بعد الفلاحة بدأوا يرشون أشجار الرمان وهي لا تحتاج يعني معالجة، فقط في الوقت يعني في فصل الشتاء يجب أن يعني تقطع هذه الأشجار الزبير، خصهم يزبروها وتسقى، يعني تسمد بسماد عضوي ولا شيء، ولكن تسقى جيد ثم تزبر، لأن لما تجرح فهذه الحشرات لا تأكل هذه المناطق التي تزبر لأنها تكون مرة جدا وقوية. يعني لما يبدأ في التبرعم الأشجار في التبرعم لا يمكن أن يقضي عليه أي حشرة، هو الرمان يدافع عن نفسه، شرط أن يكون مسقي جيد، أن يكون كمية الماء كافية. إذا كانت كمية الماء كافية فهذه البرعمة ستغلب على يعني هذه الحشرات ولا يمكن أن تنال من هذه الأشجار. ولكن مع الأسف سمحنا كما قلت موضة علمية، هي موضة علمية لا أساس لها من الواقع الحقيقة، هي موضة الفلاحة دائما يتوقون إلى هذه الموضة العلمية. حتى معدات الزراعة الآن التي نحرث بها الأرض الآن، الناس بدأوا يستعملون هذه الآلات الزراعة التي تزرع القمح في الأرض، وهي يجب أن لا تكون، يجب أن نزرع القمح بالزرع العادي ثم نحرط نقلب الأرض لنغطي هذه الزراعة. ولكن أنا قلت موضة علمية فقط، سيأتي الوقت الذي سيرجعون فيه إلى المحراث الأول. لماذا؟ لأن علينا نحن نتبع هذه التقنيات، لأن هناك أشخاص يعني يتوقون إلى هذه التقنيات، ولكن لو علمنا قوة المغرب في الزراعة، نحن علمنا الأندلس، علمنا إسبانيا الزراعة وغرسنا الأشجار في هذا العالم، لكن أن نعلم هذه القوة يجب أن تكون لدينا ثقة في أنفسنا، ويجب أن نعلم هذه القوة أننا أقوياء في غراسة الأشجار في المغرب. المغرب أقوى، نحن أقوياء في الزراعة، نحن أقوياء في الإنتاج، فيجب أن نحترم إنتاجنا وبذورنا وأغراسنا وطور تقنيات إنتاجنا. نحن لدينا تقنيات، جميع التقنيات الآن المستوردة التي ستدخل إلى الحقول المغربية ستنعكس سلبيا على الإنتاج المغربي، ونحن بلد أخضر يجب أن ننتبه لهذه الأشياء. لا نريد أغراس زيتون ولا رمان ولا نخل تعطينا ثمار لمدة 4 سنوات كالأبقار، لأن يعني أدخلنا أبقار تعطي الحليب 4 سنوات أكيد. كانت لدينا أبقار تعطي الحليب 35 سنة، ولكن يجب أن ننتبه لهذه الأشياء، لأن يعني وهذا السؤال في محله، إذا يعني بقينا على سياسة استيراد الأغراس سنستورد أغراس مغيرة وراثية، سنستورد أغراس مغيرة وراثية، يعني إن عاجلا أو آجلا. نتمنى ذلك يا دكتور. سؤال آخر، هل يمكن تخزين حبات الرمان في المجمد؟ ربما هناك ناس يريدون أن يتذوقوا الرمان طبعا لأحبابهم في الخارج ويخزنونه، أنا لا أدري، ربما نعم ممكن أن نضعه في البرودة ولكن في المجمد لا، لأن الفواكه كلها لا تتحمل التجميد. ممكن علي أن نأخذ حبات الرمان، يعني أن نزيل هذه القشور ثم على شكل حب، هذا الرمان على شكل حب ممكن أن يبقى في المجمد، ليس هناك أي مشكل، ليس هناك مشكل، ممكن يبقى في المجمد. ولكن يعني في حالات قصوى كما قلت، يعني إذا كانوا الناس يعني في الخارج ولا يريدون الاستفادة من هذا الرمان أو شيء من هذا القبيل، نعم. أما الرمان في المغرب يبقى 4 أشهر وهي كافية لكي نستفيد منه، وبعد الرمان يدخل البرتقال، بعد البرتقال تكون البقول الخضراء، وبعد البقول الخضراء يكون التين والعنب الأحمر، ويكون صفرجل، ويكون أشياء هذه، ويكون الصبار، تين شوكي، هذا التين الهندي. لا ليس لدينا مشكل، احنا في المغرب في المشكل ديال التنوع، ان الله سبحانه وتعالى نوع علينا، سبحانه وتعالى يجب ان نشكره على هذه النعمه، ان الله نوع علينا كل شيء، وانه يعني سبحان الله اتانا من كل شيء في هذا البلد. لا ليس لدينا مشكل احنا في التخزين ولا في الاستيراد. نعم. سائله تقول، هل قشور الرمان اذا جففت وسحقت نافعه لسوء الهضم؟ علينا لماذا سوء الهضم؟ لا أدري، لا تنفع لسوء الهضم مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن مكونة حمض الطانيك هذه هي تكبح البيبسين، لمعروف علميا أن جميع الأشياء اللي فيها حمض الطانيك
هي تكبح هذه المواد الدابغة، تكبح البيبسين، مكون البيبسين، هي لا تصلح. ولكن لماذا الناس يريدون وصفات؟ لماذا هذه الأشياء؟ لماذا لا يعيش الناس يعني عيشة عادية بدون اختراع وصفات واختراع خلطات وهذه الأشياء؟ الله علم الإنسان كيف يعيش، علم الإنسان كيف يعيش، وعلمه القدر الذي يعيش به. فالنساء دائما يريدن الخلطات ووصفات، قشور ما ممكن أن توضع مع الأكل، توضع مع الأكل. نعم، ليس هناك شيء يحفز الهضم إلا إذا تمتنع الناس عن تناول المواد الصناعية، لأن المواد الصناعية محملة بكثرة. نعم، ألا يطبخوا في الألمنيوم، ألا يطبخوا في مواد الطيفلون، ألا يأكلوا في البلاستيك، ألا يتناولوا مدام مواد صناعية، في الميلانويدات وفي الأكريلاميد وفي البيروكسيدات، وأن لا يطبخوا بالشيء أو القلي. نعم. هذا ثم أن يأكل يطبخوا بالمرق، بزيت الزيتون، في الطين، أن يأكل أكل طبيعي ثم سيهضمون. ليس هناك أي مشكلة، لا يحتاجون أي شيء. أما إذا كانوا يشربون مشروبات غازية ويكونون حلوية وبسكويتات ويخلطون الأكل، فهؤلاء ليس لديهم هضم، وليس هناك حل. يريدون أن يحفزوا هذا الهضم، يجب أن لا نسرع الهضم. هذه نصيحة قل من يفهمها. يجب أن لا نسرع الهضم. من فاكهة الرمان. هناك من يريد أن يسرع الهضم، يجب أن لا نسرع الهضم. الهضم يجب أن يأخذ وقت. يعني هناك من يشرب بعض المشروبات كي يسرع هذا الهضم، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه إذا سرع الهضم سيعطي للجسم هالة كبيرة وكمية كبيرة من هذه الاقتياتيات للجسم لا يتحمل، وخصوص الأشخاص لعدم السكري لا يتحملون هذه الهالة وهذه القوة من الطاقة في الجسم. وهذا هو المشكل، يجب على الهضم أن يأخذ وقت. إذا أكل لحم أو مرق أو نشويات يجب أن لا يأكل 5 ساعات على الأقل، على الأقل 5 ساعات. أما الذي يسرع الهضم ثم يأكل ويسرع الهضم ثم يأكل، فطبعا هذا سيصاب بأمراض خطيرة يعني، وعلى الأقل المعدة ستتسع وسيكون هناك مشكل. هذه علين قشور الرمان، يعني تقريبا الأسئلة كلها حول قشور الرمان. لماذا؟ لأن الناس يميلون إلى التعشاب، يميلون إلى العلاج، إلى الوصفات، إلى الأعشاب، وهكذا لأنهم اعتادوا هذه الأشياء. ولكن النظام الغذائي، يجب أن نبقى في النظام الغذائي، وأنا أقول النظام الغذائي الطبيعي كافي لتجنب جميع الأمراض، وكافي أن يعود الجسم إلى أصله حتى ولو كان مريض. كافي النظام الغذائي الطبيعي، والأكل في الوقت، وقلة الأكل، والطبخ الجيد، مواد طبيعية، وعدم الأكل في الليل، وعدم الأكل بالسرعة، وعدم الأكل في حالة الضجر والقلق، وشرب الماء، فلا ليس هناك مشكلة، إن شاء الله في ممكن للشخص أن يعيش بسلام. إذن شكرا لكم دكتور على كل ما تقدمه لنا من نصائح، ونشكرك أيضا على سعة صدرك وغزير علمك.